بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بسمة أمل بتقول: أحيانا ربنا يعرضك لموقف يكون في غاية القسوة، لكن يكون هو دوا سبب نجاحك في الحياة. بسمة أمل بتقول: ربما يقفل عليك باب ليفتح لك أبواب. والله يا جماعة هذه جملة حقيقية، يقفل عليك باب عشان يفتح لك أبواب. القصة النهاردة قصة عن الدكتور مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود صاحب فكرة العلم والإيمان وصاحب مشروع ربط العلم بالإيمان، ذلك الرجل العظيم اللي حكى القصة دي بنفسه. يعني أنا سمعتها بوداني من الدكتور مصطفى محمود في أحد تسجيلاته. بيقول إيه الدكتور مصطفى محمود؟ بيقول: وأنا طالب في الجامعة في كلية الطب كنت مغرم بعلم التشريح غرام غير طبيعي، وكنت بحب القراية شوية. خلي بالكم هو ما اشتغلش دكتور، هو اشتغل كاتب ومؤلف وفيلسوف ويعني ومفكر. فهو كان في كل الطب عايز يطلع ايه؟ عايز دكتور. ولكن حياته كلها كانت ايه؟ مؤلف كبير وفيلسوف كبير، الى اليوم مؤلفاته بنقراها وبنتأثر بيها. فهو بيقول: انا كنت مغرم في كلية الطب بالتشريح ثم القراءة، يعني القراءة نمرة 2 والتشريح رقم 1. ومن كتر تفاعلي مع ان انا مهتم بالتشريح واروح المشرحة والجثث، جاله مرض في صدره، والمرض ده كان خطير جدا، فاضطر ان هو يقعد لمدة 9 أشهر ملازم للفراش لا يتحرك. 9 أشهر بالكامل ما بيخرجش من اوضته لمرض خطير في الصدر. بيقول: وكنت أبكي في بداية الأمر بكاء شديدا، راحت مني سنة في كلية الطب، وأنا كل أصحابي هيسبقوني وضاع مستقبلي و و و و وكل فلما دخل في هذا الوضع، طب هيعمل إيه في 9 أشهر؟ ممنوع يتحرك. فبدأ يجيب كتب بكميات رهيبة، كتب من الأدب العالمي، كتب من الأدب الروسي، كتب من الأدب الغربي، كتب من مش عارف بيقول ما سبتش حاجة في الموسوعة العالمية في الأدب العالمي إلا وكنت ناهم للقراءة 9 أشهر. وبعد 9 أشهر فوجئت إن الدكتور بيقول: لا، محتاج يستنى 3 أشهر كمان أو 4 أشهر كمان، لأن إحنا احتمال يتنكس. فبقيت لأول مرة بدل ما كنت بعيط بقيت فرحان لأن لسه عايز أقرأ. هو بيحكي وبيقول: هذه السنة في حياتي هي اللي شكلت الإنسان اللي قدامكوا دلوقتي لبقية عمري، ولولا السنة دي اللي أنا كنت شايف إنها سنة حزن ما كنتش هكون هذا الإنسان اللي كتب كل هذه المؤلفات عن العلم وعن الإيمان وعن الحياة وعن وا. تخيلوا يا جماعة إن هي كانت محنة ولا كانت منحة. تخيلوا إن ربنا قفل عليه باب لكن فتح له أبواب. هو ما كانش هيبقى غير دكتور عادي جدا، لكن كفيلسوف كان هيبقى إنسان عظيم جدا. هو بكى في الأول لكن عاش بقية عمره بيشكر نعمة السنة دي، وقالها كده أنا سمعها بنفسي منه، بيقول: هذه السنة هي التي صنعت الإنسان اللي قدامكم. يا سلام، ربنا كريم ورحيم فعلا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المهم إن لما يتقفل عليك باب تسعى وتجتهد وتبذل مجهود ليفتح لك أبواب، ساعتها بسمة أمل. شكرا والسلام عليكم.